الله 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 Someone that is alive. The plague of darkness, the butchering of the nearby Norsemen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. يعني هي ما كانتش ملعونة ولا حاجة، هو عمل الطقوس عليها وخلاها ملعونة. Tell me, Senua, where is Gillian's soul if the darkness is alive? How you saved her? اه سؤال منطقي برضه. ايه I know he's here. قوم يا سينو، قوم يا سينو، انا تعاطفت معاك. I know you're here. Hold on. I'll find you. اوبا الملوك القديمه ده كلهم عليا ما شاء الله. الاثنين ده الثلاثة. يا نهار اسود عليا على السين السودة. بس طبعا تقول لي ايه بقى؟ تقول لي ايه؟ لازم اموت ده الاول، لازم. الله 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 الله، انا لو خدت ضربة اموت، لو خدت ضربة اموت. ده اصعب اصعب قتال لغاية دلوقتي، ده كلهم عليا. تعال بقى تعال. مش عارف اجيب، بيبعد بيبعد القذر، مش عارف اجيب. انا كنت عاوز استخدم المرايه ما عرفتش. اهو تعال يا اسطوره الاساطير يا شادو. يعني طلع الشادو بتاعها ابوها برضه، اللعنه اللي هو لعنها لها كان الشادو بتاعها. لا كده اتضحت حاجات كتير قوي، امها اتظلمت من ابوها وهي اتظلمت من ابوها. طب بعد ما موت هيلا دي ابوها هيموت بقى ولا برضه كل ده هيطلع على فشوش؟ مش فاهم. ايه ده انتوا بتبدلوا مع بعض يا كلاب. فالرابن ده قذر 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 من يومه، مع انه ملك، ملك التاني باين ولا الاولاني اللي انا قابلته، بس قذر اقذر منهم كلهم. ايوه ده اسمه باري بقى. ايوه كده، يعني قبل ما يضرب الضربه بتاع اوبا. هو ايه اللي حصل قبل ما يضرب الضربة؟ انا لسه مكتشفها دلوقتي. قبل ما يضرب الضربة بالظبط اعمل الصدى زي بالظبط اي باري في اي لعبة هارد كور دارك سولز مثلا. بس كويس زي سكينة في الحلاوة. او بص احنا نستنى ده يضرب بس ما صدناش صح. ايوه هي دي صد صح. طب انا دلوقتي وقفت ليه؟ اديهم على حراجينهم اعطيهم في وجههم افشخي بكل ما اوتيتي من قوه وريهم معلم بيهايند يو. وفي نفس الثانيه قذر ابن القذره ده ما بنتعلمش منه. هو ايه يا مسهل التسهيل. قوم يا ستي قومي. الظلام تقريبا بيتمكن منها. طب انا يعني ايه ده ملوش نهايه يعني ولا مش فاهم برضه؟ كتير قوي ان انا اموت كل دول كتير ما بيخلصوش. طب انا لو رحت ضربتها يا نهار اسوح مت.
والله اللي انا شاكك فيه ان هي مش هتموتها، مش عارف ليه احساسي بيقول كده، احساس داخلي. لو كانت موتتها كانت موتتها من الاول، يعني لو ده كل ده مش حقيقي اكيد هو ما ماتش برضه. انا كان يا لهوي في الاخر عرفت ان هي مش ولا هتنقذ ولا هباب، كل ده كان اوهام. ان انا هفضل مؤمنة ان انتوا خدتوه مني وهو موجود هنا مهما قالوا لي ان ده اوهام او ده مش حقيقي، هو موجود هنا برضو. ايه يعني بتعرض لها ان هي تديها روحها بس ترجعه للحياة عشان هي حاسة بالذنب ان هي السبب في ان هي موتته. ايه اللي يحصل؟ شكل لا ده هيحصل ولا ده هيحصل، هتفضل في اوهامها. هم يبكي وهم يضحك، هي دي الضحكة اللي ضحكتها. ايه ايه مش واقفة صح؟ مش واقفة قدام ولا ايه؟ يعني في كلا الحالتين هترجعيه هبقى تحت ايديكي وهعمل اللي انت عاوزاه، ما رجعتوش اقتليني احسن، انا ما عنديش حاجة ارجع لها تاني. انت شكلك اتفشختي. اوبا لا في ديليون هيرجع ولا في سنوة، مفيش حد خالص. جيم اوفر. نهاية مأساوية الصراحة. هي ريحتها من العذاب الصراحة، عمالة تتعذب تتعذب تتعذب. خلاص لا ديليون هيرجع ولا هي هترجع. يا عم انت بتكلم مين؟ شكلها ماتت. Only to return to the sea. What the fuck؟ مش لسه كانت ميتة من شوية او ايه اللي بيحصل؟ Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. يعني ايه هيلا؟ هيلا اللي كانت واقفة من شوية هي هي سنوة؟ كل ده من تهيؤاتها شكلها، زي ما توقع كل دي تهيؤات. هيلا طلعت سنوة يا معلم. ايه هتموت نفسها ولا ايه؟ شم العنبر. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend. This now will be your story to witness. The fuck. Goodbye. دي هيلا وقع على الارض. هيلا وقع على الارض وهي اللي ماشيه. انا ما فهمتش حاجه، انا النهايه ما فهمتش حاجه خالص. هيلا كانت ماسكه سنوه واديتها بالسيف.
الكاميرا راحت من هنا لقيت دي واقفه مكانها ودي هو ايه اللي بيحصل انا ما فهمتش حاجه. انا لازم ادور على النت اشوف النهايه دي معناها ايه. لازم بس مش هستريح. بس على العموم هي لعبه كويسه، ما اقدرش اقول لعبه سيئه او متوسطه، لا هي حلوه. هي إيه بس كل الرذاله اللي فيها تطويل في الاحداث، يعني ما تستاهلش ان هي تطول مثلا في المشي في الجري لا، لكن اللي هي بقى جرافيك بقى وطريقه اللعب وكل ده جميل، والقصه برضو مع اني ما فهمتش اخرها بس القصه برضو كانت محبوكه كويس. دي طبعا نرفع القبعه للفرقه اللي عملت اللعبه دي. يعني يعتبر فرقه نينجا ثيوري دي مش اللي هي توب 5 مثلا او توب 10 شركات، يعني مش معروفه اصلا، يعتبر مستقله. احنا نرفع لهم القبعه ان هم عملوا لعبه زي دي. يعني في المستقبل هتلاقوا بقى كلونز وريب اوف للعبه دي، تلاقي برضو اشكال كتيره منها. فدي كانت الاولى من نوعها يعني. بس توتا توتا فرقت. يلا نشوفكم على خير في لعبة تانية. يلا سلام.